بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من جروب درس لا تكذب. لا إيه؟ لا تكذب. النهاردة هنحكي حكاية صغيرة كده عن الكذب. طبعا اللي بيكذب بيروح فين؟ بيروح النار، تمام؟ يلا تعال نشوف النهاردة القصة الجميلة. كان في مجموعة من الأطفال رايحين البحر، تمام، عشان خاطر إيه؟ يعوموا ويلعبوا في البحر. قال لي هنا: قفز الأطفال إلى البحيرة يعومون. ابتعد الطفل وقعد يقول إني أغرق، الحقوني أنا بغرق أنا بغرق أنا بغرق. أسرع الأطفال على طول لإنقاذه، راح قايم ضحك وعام بسرعة. بقى عندي تاني: مجموعة من الأطفال نزلوا البحيرة عشان يعوموا، طفل ابتعد وقال أنا بغرق أنا بغرق الحقوني، وأول ما راح الأصدقاء على طول ضحك وراح عام بسرعة. عايزين تعرفوا ايه اللي حصل تاني في القصة؟ تابعوا الجزء التاني من الدرس. لا تكذب. قفز الأطفال إلى البحر يعومون. ابتعد طفل وصرخ إني أغرق إني أغرق. أسرع الأطفال لإنقاذه فضحك وعام بسرعة. طبعا عندنا قلنا قفز طبعا دي فعل معناها نط، وثب الأطفال بآل القمرية وفي مد بالألف، البحر بالآل القمرية، يعومون مد بالواو، طفل فتنون بالضم، إني دي اسمها حرف مشدد، ضحك فاعل، عام طبعا في مد بالألف، بسرعة فتنون بالإيه؟ بالكسر، تمام؟ فاعل، عايزين فاعل، عندي قفز يعومون ابتعد وضحك، عايزين مد بالألف الأطفال وعامة. عايزين هاء الضمير، عندي كلمة لإنقاذه وصدقه. مد بالياء قليل، تنوين كسر قليل وبسرعة. معاني الكلمات: معنى قفز يعني نط، معنى يعومون يسبحون، معنى أحس شعر، معنى رآه يعني شاهده. عندي هنا الجمع: جمع البحر البحور البحار الأبحر، جمع حارس حراس، جمع الشاطئ الشواطئ، جمع قليل أقلاء. عند أسئلة الدرس: لماذا قفز الأطفال إلى البحر؟ ليه الأطفال قفزوا إلى البحر؟ ليه؟ قفز الأطفال إلى البحر ليعوموا. أول حاجة خط أداة الاستفهام وعلامة الاستفهام. ماذا قال الطفل وهو يصرخ؟ خط أداة الاستفهام وعلامة الاستفهام. قال الطفل وهو يصرخ إني أغرق. أكمل خريطة الكلمة: يعومون نوع الكلمة إيه؟ ها، فعل، مش فيها ألف ولام ولا فيها تنوين ولا فيها تاء مربوطة. المعنى: يسبحون، المضاد: يغرقون. في جملة: قفز الأطفال إلى البحر يعومون. هنا عندي أكمل شبكة مفردات البحر. البحر فيه إيه؟ البحر فيه صيادون، فيه أسماك، فيه سفن. وعندي هنا فيه كمان شاطئ، يبقى البحر فيه إيه؟ سفن، أسماك، شاطئ، صياد. استراتيجية المعاني المتعددة: اكتب المعنى المتعدد للكلمة. سافر أبي إلى الخارج لمدة عام، عام الأطفال في البحر. معنى هنا عام هنا إيه؟ ومعنى عام هنا إيه؟ سافر لمدة عام يعني سنة، دي وقت، عام يعني هو سنة. عام الأطفال في البحر يعني سبح. سؤال النهاردة في حصة في كشكول النشاط: اكتب جملتين عن البحر. اكتب جملتين عن البحر. بشكركم جدا، وتابعوا الجزء الثاني
من درس لا تجزف في الفيديو السريع. السلام عليكم ورحمة الله.